بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه أنيب. النهارده بإذن الله هنشوف مع بعض ديكور سهل جدا وسريع، وبسم الله ما شاء الله النتيجة هنشوف إن هي عاملة إزاي. بنبدأ نجيب خامة الجليز، ودي خامة زيتية بطيئة الجفاف. هنسيب بإذن الله في أول تعليق فيديو شرح كامل عن دهان الجليز وبديل دهان الجليز وأسماء كمان الجليز في الدول العربية. بنلون الجليز الأول ونبدأ نخفه، وتخفيف ممكن يوصل معانا ل100%. هتقولي كده خفيف؟ هقول لحضرتك احنا عايزين دهان ما ينشفش معانا بسرعة، وفي نفس الوقت يعمل الشغل اللي احنا هنشوفه، يبقى من 50 إلى 100%. بنبدأ نفرد الحائط، طبعا احنا بنلونه الأول وبعد كده بنخفه ونبدأ نشتغل، والشغل هيكون بنظام واحنا هنشرح مع بعض. بنبدأ نجيب المسدس اللي موجود معانا، وده طبعا عن طريق الهواء فقط، يعني القمع اللي موجود احنا فكناه عشان نبين لحضرتك ان المسدس ما فيهوش اي دهان خالص او اي حاجه. بنشحن الكمبروسر او بنشغل الكمبروسر، وعن طريق الهواء هنبدا نشوف الشغل. نبدا بضغط الزناد، يبدا يعمل الشغل زي ما احنا شايفين تلقائي، بسم الله ما شاء الله، حاجه حلوه سريعه جدا وغير مكلفه. ليه غير مكلفه؟ نص كيلو لو خفيته كويس ان شاء الله هيعمل معايا جدارين مرتاح، لانه بيفرد. طيب دلوقتي الارضيه المستخدمه ايه؟ الارضيه المستخدمه هتكون لامع او نصف لامع، ما ينفعش يتعمل على مطفي. الافضل طبعا لامع. ليه ما ينفعش يتعمل على مطفي؟ لانه لو اتعمل على مطفي، المطفي هيساعد بسرعه في امتصاص الدهان، مش هيعمل معايا الشغل ده. لازم الدهان يفضل رطب بحيث ان هو يبدا يعمل عن طريق الهواء الشغل ده. طب لما اجي اشتغل ما ينفعش افرد جدار بالكامل. لو فردت جدار بالكامل على ما ابدا اوصل اشتغل، في الاول هيشتغل، بعد كده على ما اوصل لربع الجدار مش هيطلع معايا النقشه دي او النفخ اللي موجود ده. طب هشتغل ازاي؟ يعتبر جزء جزء، حاجه بسيطه بحاجه بسيطه، الروله تطلع تخلص، تطلع تخلص، وهكذا، يعني نص متر بنص متر وليكن. طيب دلوقتي برضو احنا ممكن نشتغل ازاي؟ احنا ممكن واحد يشتغل قدامنا، يعني مثلا واحد يشتغل قدامي، وبعد كده انا بالمسدس ورا منه على طول مباشره ابدا عمليه النفخ اللي موجوده، بسم الله ما شاء الله، يخلص بسرعه وفي نفس الوقت هيطلع الشغل كله لون واحد، مفيش اي اختلاف، مفيش حاجه فاتحه، مفيش حاجه غامقه. يبقى ان شاء الله النظام هيظبط الشغل معانا. وطبعا زي ما احنا قلنا هي خامه زيتيه بطيئه الجفاف، بيتخف برضو مخفف بطيء الجفاف، نفط رومي، نفط فرنسي، تيربنتين، وايت سبيريت. ما ينفعش تخف بنزين، لو خفيت البنزين مش هيطلع معاك الشغل ده، يبقى لازم مخفف يكون بطيء الجفاف، ونتاكد من عند الموان ان النفط اللي عنده نفط كويس، لان في بعض انواع النفط بيضيفوا عليه بنزين يعني، فاحنا ايه عايزين نتاكد من الحاجات دي كلها. زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله جميل جدا، بعد ما خلص سريع غير مكلف. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل اعجاب علشان يوصل لك كل جديد احنا بنقدمه. برضو يا ريت يا جماعة لو أي حاجة مش واضحة نشوفها في التعليقات بحيث إن احنا نقدر نوضحها أكتر. نشوفكم بإذن الله في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.